منذ القرن الأول الميلادي عرف العراق المسيحية التي بشرت بها أرضه، فوجدت قبلها اليهودية والمجوسية وعبادة الأوثان، واستمر العراق على حاله حتى ظهور الإسلام الذي زاد على الأديان في العراق دينا وأضاف على مكوناته مكونا. اليوم العراق بدستور يكفل حرية الأديان في مادته الأولى، والتي تنص على أن يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والأيزيدين والصابئ المندائيين. فهل كان مسيحيو العراق ويهود العراق وصابئة العراق والأيزيديين وغيرهم الكثير ممن تشاركوا في أرض العراق، هل كانوا أحرارا في ديانتهم في بلد يعد موطن الأديان ففيه ولد إبراهيم الخليل ومنه انبثقت الأديان السماوية؟ أم باتت جميع مهاجرين ومهجرين فلم يسلم حتى المسلم من الأذى الذي أجبر المسيحيين على ترك العراق لأسباب طائفية بعد حرب أهلية لم يسلم منها أحد، والتي سبقها هجرة أبناء العراق من الديانة اليهودية عام 1948، حيث تذكر بعض الدراسات أنهم كانوا يمثلون ما يقارب 2.7% من سكان العراق، حتى أصبحت نسبتهم عام 1950 أقل من 1%. أما الأيزيديين فقد طالهم ما طالهم بعد استيلاء داعش على مدينة الموصل عام 2014 واستهداف مدينة سنجار التي يسكنها المكون الأيزيدي، فأسر منهم الآلاف وقتل أعدادا مماثلة. اليوم نبحث في بالعراقي حرية الأديان في العراق، وكيف يلتئم البيت بعد أن تصدعت جدرانه؟ فهل زال الظلم وحان الوقت لعودة أهل العراق إلى بلادهم؟ هذه رسالة السلام إلى سفيرها الحبر الأعظم بابا فرانسيس.